السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة معايا؟ دكتورة نورة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم معك. حياك الله دكتورة نورة. الله أسعد يحييكي. الله مين؟ معك سميحة الثقفي حبيبي مقدم البرنامج. الله يسلمك، حياك الله. حياك الله، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نرحب بكم في اليوم الرابع ضمن سلسلة البرامج التدريبية والمحاضرات في شهر ذي القعدة، المقدمة من ضمن جمعية لأجلهم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمجموعة التنمية المجتمعية استدامة. نرحب بكم جميعا ونرحب بالدكتورة الفاضلة نورة العتيبي في محاضرة بعنوان الأسرة والوعي بحقوق الإنسان. الدكتورة في سطور نورة شارع العتيبي، أستاذ علم اجتماع مشارك بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، حاصلة على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الأسري والتنمية والتحديث من جامعة الملك سعود مع نيل جائزة التميز العلمي، حاصلة على درجة الماجستير من جامعة ولاية نيويورك في ألبني. اهتماماتها الأكاديمية في الدراسات الأسرية والتنمية والتحديث، عملت وكيلة لقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، عملت مستشارة لأكثر من جهة، منها مستشار غير متفرغ لدى هيئة حقوق الإنسان، ومستشار متفرغ لدى مكتب الوفد الدائم للمملكة لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، مستشارة لدى مركز الدراسات الإنسانية بجامعة الملك سعود. لديها العديد من الدراسات الاجتماعية المنشورة في المجالات العلمية. أشرفت على العديد من الرسائل العلمية، رسائل دكتوراه وماجستير في مجال التخصص. حكمت العديد من البحوث والدراسات الاجتماعية من جامعات المملكة. ناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. لديها مشاركات إعلامية في مجلة اليمامة الصحفية. قدمت العديد من المحاضرات التطوعية في جهات حكومية وأهلية. شاركت ولا زالت تشارك في فرق بحثية مع جامعات المملكة. مشرفة على إحدى المجموعات البحثية في نادي البحوث التكاملية في جامعة الملك سعود. حصلت على العديد من الدورات وشاركت في كثير من ورش العمل. عضوة فاعلة في بعض الجمعيات العلمية على المستوى المحلي. عضوة في الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود. عضوة في جمعية علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود. وعلى المستوى العالمي عضوة في جمعية علماء الاجتماع الأوروبيين، وأيضا عضوة في جمعية علماء الاجتماع الأمريكيين. وأخيرا شاركت في بعض الأنشطة الخيرية بجمعيات خيرية متعددة وعضوة فيها. حياك الله دكتورة نورة، تشرفنا فيك اليوم، تفضلي المايك معك. شكرا جزيلا على هذا التعريف، شاكرة ومقدرة لك أختي. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعدني في هذه الليلة أن أرحب بالجميع، ويسعدني أن أجتمع معكم في تقديم هذا الموضوع، مع أن أشكر في البداية طبعا سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة ذوي الإعاقة على الدعم وترحيبه، كما أشكر سعادة الدكتور فهد العضياني مدير مجموعة استدامة للتنمية المجتمعية على اهتمامه بمشاركتي. أشكر أعضاء اللجان الكرام على تفاعلهم الإيجابي وعلى جهودهم المباركة. أتمنى في هذه المحاضرة أن أقدم ما يفيد لموضوع على درجة عالية من الأهمية، وقليلا ما يبحث اللي هو كموضوع الوعي بحقوق الإنسان. تركيزي في هذه المحاضرة هو حول الوعي بحقوق الإنسان لدى أهم نظام اجتماعي إنساني
وهو أساس تكوين المجتمع، أساس تكوين النظم الاجتماعية الأخرى، ألا وهو الأسرة. ذلك أن وعي الأسرة هو وعي للمجتمع، ذلك أن وعي الأسرة بحقوق الإنسان هو وعي للمجتمع. نبدأ، فماذا يعني بمفهوم ماذا يعني مفهوم حقوق الإنسان؟ البداية لابد أن أشير إلى الحقيقة مهمة، بأنه مفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم واسع وشامل ومتعدد الاتجاهات، لابد نأخذ ذلك بعين الاعتبار. بالنسبة لهذه المحاضرة بنركز الضوء على أو نسلط الضوء عفوا على دور الأسرة التربوي في تنشئة أبنائها على المعرفة بحقوق الإنسان. كما لابد أن أشير إلى أنه مفهوم حقوق الإنسان يعتبر على الساحة المجتمعية من المفاهيم الحديثة أو ذات الاستخدام المحدود، لكننا نستخدم إحنا مفهوم له دلالات، نستخدم هذا المفهوم بمفردات غير مفهوم حقوق الإنسان في حياتنا أو في مناقشة قضايانا المجتمعية، نتعامل مع مفاهيم أخرى كبديلة لمفهوم حقوق الإنسان، ويكفينا اقتناعاً واطمئناناً أن ديننا الإسلامي بالأساس هو أساس ومنبع قيم حقوق الإنسان، ذلك لأنه كفل مما لا شك فيه، كفل للإنسان حقوقه منذ وجود الإنسان على وجه هذه الأرض، والإنسان يتمتع منذ ظهور ديننا الإسلامي، قد قرر هذا الدين حقوق هذا الإنسان وحدد الأحكام، الجزاءات، العقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان، وهو بذلك قد سبق المواثيق وصكوك ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ننظر للشريحة التي أمامنا، التعريف بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان عديدة، سيعني تم عرضها بشكل مبسط لكي يسهل فهمها. فهنا حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه هي مجموعة الحقوق الأساسية التي تشمل كافة جوانب الحياة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية إلى آخره، والتي يجب أن يتمتع بها الإنسان وتكفل الضمانات القانونية العالمية، هذا بشكل عام حماية هذه الحقوق من تعرضها لأي انتهاكات سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعات أو حتى على مستوى الدول. أيضا يتضمن هذا المفهوم الإقرار بحق الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والمساواة بين جميع الأفراد، حق الحرية، الأمن، الحق في مستوى معيشي مناسب، الحق في التملك، في التعليم، في الصحة، في السكن، عدم التعرض للتعذيب والمعاملة المهينة، حقوق المرأة، الطفل، وأي حقوق أخرى يجب أن يتمتع بها جميع سكان العالم. ما الشيء اللي بدي إني أذكره إنه حقوق الإنسان هي يعني في العصر الحديث بالنسبة لهذا المفهوم أصبحت محور الاهتمام للعديد من الحكومات، للعديد من المنظمات، لمؤسسات المجتمع المدني. لماذا؟ لأنه
ازدياد الوعي بأهمية الحصول على هذه الحقوق، الوعي الدولي، الوعي المجتمعي، الوعي الفردي، اللي جعل اللي يكون هنالك تركيز على أن يجب أن 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 يجب أن يكون هنالك ممارسة فعلية وحق مكتسب للفرد أنه يحصل على هذه الحقوق. نبذة تاريخية بسيطة، ممكن أنه لو رجعنا إلى الوراء قليلا، طبعا لا ندخل في تفصيلات عديدة، لكن نقول أنه متى نشأت ومتى بدأت، متى بدا ذكر او ظهر مفهوم حقوق الانسان، تشكل تاريخيا بعد بفعل تاثير الاحداث العالميه الكبرى والمحاولات الشعبيه والمجتمعيه والمنادات من اجل الكرامه والعداله والمساواه، بالذات بعد الظروف والاحداث التي مرت بها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية. لم يتحقق الاعتراف الرسمي العالمي بموضوع حقوق الإنسان إلا بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وكان من أهم الإنجازات الرئيسية الأولى للأمم المتحدة هو إصدار إعلان عالمي لحقوق الإنسان عام 1948. ومن بعد هذا التاريخ ظهرت العديد من المنظمات العالمية والإقليمية والتي أيضا أجريت تنفيذ معاهدات ومواثيق وصكوك دولية على مراحل تاريخية متتابعة، كلها تهدف إلى وضع تصورات لحقوق الإنسان، وتدعو دول العالم إلى المصادقة عليها والاتفاق على بنودها. هذه بالنسبة للمملكة كعضو في هيئة الأمم المتحدة وكعضو أيضا في مجلس حقوق الإنسان العالمي، كان لها دور واضح وملموس في الموافقة على أو المصادقة على العديد من المعاهدات، العديد من المواثيق الدولية التي لا تتعارض بنودها مع مبادئ الدين الإسلامي والقيم الإسلامية. نأتي هنا لحقوق الإنسان في الإسلام. كما ذكرت سابقا، حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق قررها الله سبحانه وتعالى، هي حقوق كاملة، هي غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو الآخرة، حقوق إلهية وضعت بتنظيم إلهي بديع تكفل للإنسان حق الحرية وأنه يعيش حرا كريما بمقومات حياة كريمة، وتشمل جميع جوانب الحياة ومختلف الأنشطة والآخرة. هذه الحقوق هي عامة شاملة لكافة المسلمين بدون تمييز بينهم، سواء بالنسبة بسبب اللون أو الجنس أو اللغة. لا شك أنه المساواة في حقوق الإنسان عامة هي واحدة لجميع البشر، وهذا حق كفلت الشريعة الإسلامية للمسلمين. كما تتميز حقوق الإنسان في الدين الإسلامي بصفة الشمولية وكما ذكرت والإلزامية، بمعنى أنها ملزمة لكافة البشر بدون تمييز فيما بينهم، وهي عملية ممكن أنها تمارس، هنالك حدود، هنالك الجزاءات، هنالك عقوبات تفرض على من ينتهك هذه الحقوق أو من يتسبب في وقع ظلم وعدوان على الآخرين، فهي قابلة للتطبيق. ولماذا احنا يعني نذكر انها قابله للتطبيق او بمعنى انها ليست مجرد تصورات مثاليه، لانه بعض بنود
صكوك المواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد لا تكون قد لا تطبق أو لا تنفذ على الواقع. وجود العديد من الاختلافات بين دول العالم. حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لا شك في أنها لا تنفصل عن النظام الأساسي للحكم اللي هو أساسا مستمد من الشريعة الإسلامية، والتي تحوي العديد من الحقوق التي تحمي الإنسان من الظلم والعدوان وتكفل له مقومات الحياة الكريمة من خلال الحدود والجزاءات الدينية والدنيوية التي تنص عليها مقررات الدين الإسلامي أو حدود الدين الإسلامي. مما لا شك فيه أن المملكة أعطت اهتماما خاصا بقضايا حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني المحلي داخلي أو على المستوى العالمي، أولا من خلال التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان. أحكام الشريعة الإنسانية هي أحكام أو تعبر عن قيم حقوق الإنسان، فبالتالي مثل ما ذكرت هي صالحة للتطبيق والشاملة، وليست كما هي بعض بنود المواثيق الدولية. من مظاهر اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان العالمي العون العالمية هي مثل ما ذكرت موافقتها أو توقيعها على بعض الاتفاقيات التي تكفل للأفراد أو تحفظ حقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري عام 1997، اتفاقية مناهضة التعذيب نفس العام، اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة عام 2000، اتفاقيات حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية. ولابد ناخذ بعين الاعتبار أن مصادقة المملكة على تلك الاتفاقيات، أن هذه الاتفاقيات وبنود تلك الاتفاقيات قد لا يفترض أو أنها مضمونها لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وفي بعض الأحيان تتحفظ المملكة على بنود بعض الاتفاقيات وترجع فلا تتفق معها أو لا تصادق عليها بعبارة أدق. على المستوى الداخلي على المستوى المحلي أيضا من مظاهر اهتمام الحكومة السعودية بحقوق الإنسان اللي هو إنشاء الهيئة حقوق الإنسان، أو أولا إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير رسمية مستقلة عام 2004. من مهام هذه الهيئة هذه الجمعية هي أنها تعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير رسمية في معالجة قضايا حقوق الإنسان، وممكن إلا يعني يطرح تساؤل كيف تعمل هذه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على حل المشاكل أو القضايا الحقوقية المتعلقة التي تقدمها الأفراد المتضررين أو المنتهكة حقوقهم. الجمعية منذ بدء إنشائها ذكر أحد الأعضاء هذه الجمعية بأنها تلقت من تلك الفترة أكثر من 14,000 قضية حقوقية في الكثير من الجوانب، مثل قضايا الأحوال الشخصية، الحضانة، الطلاق، النفقة، نزع الولاية، الحرمان من الميراث، الحرمان من رؤية الأبناء، قضايا العنف الأسري وما يترتب عليه من انتهاكات للحقوق أو الحرمان من الزواج أو من الراتب، قضايا العمالة، المطالبة بالحقوق المالية، قضايا السجناء أو قضايا الأخطاء الطبية. هذه قضايا اللي فيها انتهاكات للحقوق. الجمعية بدورها تعمل على حل هذه المشاكل أو تعمل كوسيط
تنسيقي مع الجهات ومؤسسات الدولة الرسمية للإسراع في معالجتها ومتابعة تلك الجهات بحيث يكون هنالك يعني تأخير أو تهاون. فيعني هذا جزء من مهام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. بعدها بسنة تم إنشاء أو عملت تم تأسيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية 2005، وتهدف أيضا هذه الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان سواء داخليا أو خارجيا وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أيضا تعمل على نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، لأنه أهمية نشر الوعي بحقوق الإنسان على درجة عالية من الأهمية. لماذا؟ لأنه ضعف الوعي بالحقوق وكيفية المطالبة بها وكيفية الحصول عليها وأداء الفرد لدوره وحصول، يعني يؤدي إلى بروز مشاكل اجتماعية وإهدار للحقوق، وهذا اللي يترتب عليها يعني قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. فندخل بالتالي لموضوع آخر اللي هو على درجة عالية من الأهمية، اللي هو الوعي. الوعي بالحقوق مطلب أساسي ومحوري وهام لمعالجة كثير من المشاكل والظواهر السلبية، وهو بلا شك أنه هو الحجر الأساسي اللي من خلاله يتم تلافي العديد من المشاكل التي لو كان هنالك وعي لم تظهر، أو يعني أقلها أنه ما يكون هنالك ما تكون بهذا الشكل، أو يكون في بعض الأحيان رضوخ أو استمرارية استغلال أو سوء سيطرة إلى آخره، على سواء على الرجل، مرأة، طفل إلى آخره. هنا هذه الشريحة توضح هنا فقرة أهمية الوعي بحقوق الإنسان. هل الوعي بالحقوق مهم؟ لا شك في أنه الوعي بمعرفة حقوق الإنسان على درجة عالية من الأهمية في الوقت الحاضر، لأنها أصبحت مطلب اجتماعي وثقافي وقانوني، ولا بد أن الأفراد يكونوا مطلعين على هذه المعرفة، وبحاجة لأن يعرفوها بشكل أوسع يمارسونها في حياتهم. كيف يكون واعي بحقوق الإنسان؟ لو بيسأل الفرد طيب شلون أنا أكون واعي أو كيف أكون واعي بحقوق الإنسان؟ أعرف ما لي وما علي، ما علي من واجبات وأديها بشكل مشروع يعني بطريقة سليمة، وما لي من حقوق أحصل عليها من أداء هذه الواجبات، بحيث لا تتم بطرق ملتوية يكون فيها استغلال للآخرين أو ممارسة سيئة للسلطة، سواء كان الزوج، الابن، أو حتى المسؤول في المؤسسات الحكومية أو الأهلية. فمعرفة الفرد بأنه يكون واعي بأنه عنده، عارف إيش دوره، ماله يعني ماله من حقوق وما عليه من دور، ما عليه من واجبات تجاه مجتمعه. فإذا كان عارف هذا الطريق وعارف إن الحقوق وكيف هو أيضا يحصل على هذه الحقوق، وفي حالة تعرضه للظلم أو لانتهاك حقوقه يعرف القنوات الرسمية المشروعة اللي يحصل منها على حقوقه بدون ما يعمل أي اجتهادات أو يدخل في إشكالات هو في غنى عنها تترتب عليها العديد من المشاكل. فبالتالي الوعي بأهمية إنه يعرف دوره، يعرف واجبه في المجتمع، ويعرف كيف يحصل على الحقوق بطريقة سوية، ويعرف كيف أيضا يعطي الآخرين حقوقهم ويراعي هذه الحقوق أيضا بطريقة سوية. هذه تحد هذا الوعي يحد من ظهور العديد من المشاكل المترتبة على إهدار الحقوق. طيب النقطة الأخرى هنا
ما حصل في مجتمعنا من تغيرات تكنولوجية وحضارية وتطورات في السنوات ممكن السنوات 30 الأخيرة من استخدامات للإنترنت، للمعرفة الرقمية، ثورة التكنولوجية والسوشيال ميديا، هذه المتغيرات الحديثة التكنولوجية مما لا شك فيه أن أصبحت جزء من ثقافة المجتمع وجزء من حياة الإنسان. التأثير الإيجابي لها إنها اللي زادت درجة الوعي المجتمعي بالحقوق وبالواجبات، وبدأت تنتشر وتعرف على مساحة أوسع مصطلحات حقوق الإنسان، ويعرف الفرد ما عليه وما له من حقوق. هذا أدى إلى ارتفاع مستوى الوعي الفكري، وأصبح الأفراد يعرفون يعني كيف يطالبون بحقوقهم عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية المعروفة. لكن ما مدى درجة هذا الوعي؟ ما مدى انتشاره؟ هذا هو السؤال، وهذا هو يعني هذا هو المحك، لأنه يترتب على غياب الوعي بحقوق الإنسان لا شك العديد من الآثار السلبية التي ممكن إنها تهدد أمن واستقرار المجتمع. فبالتالي يصبح التثقيف في مجال حقوق الإنسان من الأولويات الهامة، من الأولويات الهامة التي يجب أنها تنمى ويتربى عليها الفرد وتغرس في فكر الفرد. لماذا هي مهمة أيضا؟ أيضا لأنه الفرد الذي يتربى أو تكون عنده معرفة أو خلفية معرفية ثقافة حقوقية، هذا يجعله يتفاعل بشكل إيجابي في مجتمعه، يجعله يعمل وعارف ما له وما عليه، بدون ما يكون عنده يدخل في معمعة إنه والله ممكن يحصل لي مشكلة، ما أقدر أنا كيف أخذ حقوقي، أو يسمع من الآخرين إنه ممكن أنا أتعرض للظلم في هذه الجهة، ما أقدر أواجه صعوبة في تخطي هذه المعوقات إلى آخره. هذا التخوف وهذا الضعف، لأن نتيجة لضعف المعرفة الحقوقية أو ثقافة حقوق الإنسان. فطبعا هذا يدلل على أهمية الوعي بحقوق الإنسان. هذا شيء. الشيء الآخر إنه كون إن الإنسان لديه معرفة ولديه خلفية كافية أو وعي كافي بحقوقه وبحقوق الناس الآخرين واحترام، هذا يدلل على إن وكيف إنه يستطيع أن يتفاعل بشكل إيجابي مع الجهات الأخرى، سواء في تعامله مع أسرته، مع مثلا الرجل مع زوجته، مع أبنائه، يراعي حقوقهم ومتطلباتهم، وهم بالتالي يتربون على انه يكون ايضا رده الفعل ايضا تكون ايجابيه، ما تكون هناك ممارسات سلوكيه غير سويه في محاوله الحصول على انه احدد احصل على حق مهدر او اتحرك لاغيظ الاخرين الى اخره. فهنا الوعي يؤدي إلى الاحترام المتبادل على مستوى العلاقات الأسرية، على مستوى العلاقات اللي تربطه بمؤسسات الدولة. حينما يتربى أو حينما تنغرس قيم أو يزداد الوعي بحقوق الإنسان، يصبح الفرد منتج واعي ويتجاوز عن الممارسات سلطوية أو سوء استغلال للآخرين، سواء في العلاقات الزوجية، سواء في العلاقات مع الأبناء، سواء في علاقات الأقارب، سواء في علاقات مع في مجال العلاقات الوظيفية والعلاقات المهنية، مجال العمل إلى آخره.
هذا الشيء الآخر اللي لابد أن نذكره، ونأتمنى الوقت أنه يكفيني، أنه لابد نأخذ بعين الاعتبار أنه ثقافة حقوق الإنسان تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف اتجاهاتها الأيديولوجية والسياسية واختلاف نظمها الثقافية واختلاف معتقداتها الدينية. فما يعتبر في نطاق حقوق الإنسان لمجتمع آخر قد لا نعتبر مثلا في مجتمعنا من الحقوق، وما هم يعتبرون من الحقوق وما هم يعتبرون من الحقوق ما نعتبر نحن من الحقوق قد لا يعتبر مجتمع آخر من يدخل في دائرة الحقوق لديهم. هذه النظرة لحقوق لثقافة حقوق الإنسان تختلف باختلاف المجتمعات، ومحك الاختلاف أو معايير الاختلاف هي الاختلافات الاختلافات الأيديولوجية المتبعة في المجتمع في الدولة، الاختلافات الثقافية، اختلاف المعتقدات الدينية. فهذه الاختلافات تؤدي إلى اختلافات في ما نراه من حقوق إنسان ويجب أن يمارسها الفرد، وانتهاكها يؤدي إلى تعرضه للجزاءات والعقوبات، وحقوق إنسان يجب أن لا يمارسها ولا وهي غير مناسبة له، وأيضا يتعرض فيها لعقوبات وجزاءات. الدور التربوي يجب أن أضيف أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، في المملكة العربية السعودية، النقطة لابد أن نضيفها، إنه ذكرت إنه المتغيرات التكنولوجية والسرعة في ازدياد مساحة التأثير المعرفة الرقمية والوسائل الاتصالات وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأفراد، إنه هذه التطورات في مجتمعنا السعودي كانت سريعة للغاية وشاملة، ودائما السرعة في النواحي المادية والبطء في التغير النواحي الفكرية ترتب عليه العديد من الإشكالات والعديد من التأثيرات بدرجات مختلفة، وتأثيرات على طبعا على المجتمع واستقراره. ظهرت في بداية هذه التغيرات العديد من المشاكل الاجتماعية ولا زلنا نعاني منها، مثل العنف الأسري، انحراف الأحداث أو إدمان المخدرات، وسوء ممارسات للسلطة على سواء الأسرة أو على العاملين في بعض أجهزة الدولة. هذه المظاهر يترتب بلا شك عليها إهدار للحقوق وزعزعة للاستقرار الاجتماعي. لكن من أحدث التطورات في المملكة، وهذا يجب أن نشيد ويجب أن تذكر في هذا المجال، إنه منذ ظهور الرؤية المباركة 2030 لرؤية قائد التحديث والتغير ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله، ظهرت هذه الرؤية المباركة كخطة استراتيجية تنموية إصلاحية شاملة لكافة جوانب الحياة، وأدت إلى أحداث نقلة من 2017، أدت إلى أحداث نقلة هائلة كبرى تجاوزت العديد من المعوقات الاجتماعية والثقافية في من خلال تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة ارتقت في مستوى المملكة إلى تقريبا مصاف الدول العالم. من الأوجه الاستراتيجية للرؤية ما يتعلق بمكانة المرأة ودور المرأة في التنمية الشاملة. المرأة في مجتمعنا عانت من رواسب ثقافية تقليدية لإهدار الحقوق،
رؤية المملكة 2030 أعطت من خلال تنظيمات حقوقية، من خلال تنظيمات إصلاحية وقانونية، المرأة أعطتها كامل حقوقها الأساسية، وأصبحت الإنسان كامل الأهلية من خلال، طبعا هذا حق من حقوقها لكي تساهم مساهمة فعالة في التنمية، حقوق سواء فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأبناء والسفر بدون ولي أو تعديل نظام الولاية. فكانت هذه الإصلاحات الشاملة عميقة ذات جوانب إيجابية، لدرجة إنه يعني أحد شعارات رؤية المملكة 2030 اللي هو شعار تمكين المرأة يعني تنمية للمجتمع. وبالفعل استطاعت المرأة أن تحصل على هذه الحقوق، بالإضافة إلى ذلك إيجاد فرص وظيفية في العديد من المجالات اللي كنا إحنا ما كنا نتوقع أن راح نصل إليها، الوصول إلى المناصب القيادية العليا، عمل في مجالات عديدة، مجالات ترفيهية، مجالات ثقافية إلى آخره. منها أيضا إصدار قانون الحماية من التحرش سواء في مجال العمل أو في مجال الحياة العامة، هذا في احترام لحقوق إعطاء المرأة حقوق الإنسان، المرأة كإنسان حصلت على حقوقها من خلال هذه الرؤية المباركة. أيضا أضيف الجزئية أخرى هنا، دور المملكة من احترام لحقوق الفرد ورعاية واهتمام بصحته ورعاية كاملة، ما حصل في كيفية معالجتها للأزمات، بدأت أزمة وباء كورونا. أزمة وباء كورونا كشفت عن الدور المتميز للمملكة، الريادي القيادي لدرجة أصبحت نموذج عالمي أو بالمقاييس العالمية من ناحية حماية الاهتمام بصحة الفرد وحمايته، فرض جزاءات وعقوبات جعلت صحة الفرد أو صحة المواطن والمقيم على قائمة أولوياتها، حتى لو تسبب ذلك في إنفاق يعني إنفاق مالي قد يؤثر على الاقتصاد. وكما لاحظنا كيف انه كثير من يعني الذين يفرض عليهم الحجر في وياتوا من خارج المملكه، يحجر يتم الحجر في فنادق الفايف ستار، تقدم لهم خدمات صحيه، خدمات عاليه المستوى. انا مريت بابنائي لما اتوا من امريكا عاشوا هذه المرحله، يعني كانت الظروف الاهتمام يفوق المقاييس العالمية، وهذا دلالة أو يدل بما لا شك فيه على حرص الحكومة السعودية على صحة المواطن وإعطاء حقوق الرعاية والحماية عفوا، وهي تأتي بالمرتبة الأولى. الدور التربوي للأسرة، وهو هذا المحك أو محور المحاضرة، الدور التربوي للأسرة في تنشئة الأبناء على المعرفة بحقوق الإنسان. لابد من أن نؤكد كما أكدت في بداية المحاضرة أن تنمية يعني من ضرورة تنمية وعي أفراد المجتمع بحقوقهم الإنسانية، ومن يقوم بهذه المهمة نبدأ بالأساس، أساس المجتمع، أساس المجتمع هي الأسرة، فبالتالي هي أحد أهم المؤسسات المجتمع المدني، لأنه كما هو معروف لديكم أنه الفرد يكتسب من أسرته، الطفل الأبناء يكتسبون من آبائهم وأمهاتهم، أنماط سلوكهم الاجتماعي والتسامح والتضامن واحترام آراء الآخرين وعدم يعني وعدم التمييز، تمييز الآخرين بناء على الجنس واللغة والطائفة ولا أيا كان.
فالاحترام الرأي الفرد الآخر المختلف، فبالتالي ينشأون عارفين إيش حقوقهم واجباتهم. مما لا شك فيه أن هذه المعرفة تضمن للأفراد أنهم يحصلون على حقوقهم ويدافعون عنها بالطرق المشروعة. فالمهم أنه ما يكتسبه الفرد في الأسرة مما لا شك فيه له أثر إيجابي أو سلبي، يعتمد على أساليب المعاملة الوالدية للأبناء، على التفكير وعلى السلوك حينما يخرج ذلك الفرد، بما يحمله، بما ما تعلمه من أسرته، من قيم، من أنماط فكرية، من اتجاهات، من ممارسات سلوكية إلى المجتمع ويختلط بالمجتمع. فالتربية الأسرية هي الأساس في تنشئة الأبناء على المعرفة بقيم حقوق الإنسان، وهي أساس تأصيل هذه القيم: التسامح، التضامن، عدم التمييز العنصري. هذا من شأنه كما ذكرنا يحمي حقوق الفرد. وأنا أؤكد على هذه القيمة، على أهمية دور الأسرة في التوعية، في التوعية، في التثقيف، في تربية أبنائها على هذا الوعي، أو الوصول إلى درجة معينة من الاحترام للآخرين والتعامل معهم بشكل محترم، أو أنهم يتربون على المقادرين على أنه كيف يعرفون أنهم يحصلون على حقوقهم. لأنه للأسف هنالك ممارسات سلوكية هي ناتجة من نبع من تربية للأسف غير سوية. فمثلا على سبيل المثال في الجامعة أيام فترة القبول أجد امرأة ومعها مثلا بنتها ولا بنتين بطولها، البنات مخلصين الثانوي، هي ماسكة الملفات وماسكة الأوراق بيدها، تطالب وتسأل عن إيش تعمل بالنسبة لبنتها، هي فين، وين تتحرك، أو عندها مشكلة معينة كيف ممكن أنها تحلها. طيب أنا أقول لها أسأل البنت: أمك ليش يعني ليش جت معاك؟ ولا أسأل الأم: أنت ليش جيتي؟ طيب البنات، الرد إيش هو؟ بتقول: ما يعرفون يتصرفون، ما يعرفون يتصرفون، أنا أدرى، أنا أفهم منها. هذا ايش يدل عليه؟ يدل على انه لم نربي او لم نربي ابنائنا على المعرفه بحقوقهم، كيف انهم نحملهم مسؤوليه الحصول على الحقوق وحل المشكلات والدخول الى من خلال القنوات المؤسسات، على اعطائهم نوع من الاستقلاليه والحريه في التصرف. ممكن يخطئ المره الثانيه ينجح. يعني هذه البنت أو البنات كيف يربون أبنائهم في لما يتزوجون؟ بالأسلوب اللي تربوا عليه؟ للأسف فإذا بيكون هنالك وعي تأصيلي تحصل العديد من قد يترتب عليها قد يترتب عليه العديد من الإشكالات، العديد من الإشكالات وضياع حقوق وإهدار حقوق وعدم معرفة في كيفية الوصول على أو الحصول على هذه الحقوق. هنا نعرض دراسة، نعرض الدراسة التطبيقية هذه حول معرفة درجة وعي الأسرة السعودية بحقوق الإنسان. للدراسة اللي هي دراسة وصفية، دراسة وصفية على عينة من أسر سعودية مقيمة في مدينة الرياض. عدد العينة هم 421 أسرة في أحياء مختلفة من مدينة الرياض. طبقت عليهم هذه الدراسة. تساؤلات الدراسة هي كالتالي: المجموعة من التساؤلات اللي أحب نقراهم نطلع عليهم بشكل سريع: ما مدى وجود علاقة بين
هذا التساؤل اللي نعديه، سؤال التساؤل اللي بعد، ما مدى معرفة الآباء والأمهات والأسر في مفهوم حقوق الإنسان؟ ما مدى معرفة الأسر بالجهات المختصة بحقوق الإنسان في حل مشاكل المجتمع؟ هل عندهم معرفة ولا لا؟ يعني هذا تطبيق على كلامي، ونحدد من خلاله درجة الوعي. ما مدى متابعة الآباء والأمهات للقضايا الخاصة بحقوق الإنسان؟ ما مدى معرفة الآباء والأمهات أيضا بهذه القضايا؟ ما مصادر المعرفة لديهم؟ ما مدى معرفتهم بدور الجهات المحلية بحقوق الإنسان اللي هي القادرة على حل مشاكل أفراد المشاكل المتظلمين؟ ما مدى لجوء الآباء والأمهات للجهات المحلية للحصول على حقوقهم؟ ما مدى استعدادهم أيضا في التوعية كدور تثقيفي بالمعرفة بحقوق الإنسان؟ ما مدى حرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على الوعي بحقوق الإنسان؟ ما هي مقترحاتهم لنشر ثقافة حقوق الإنسان؟ نلخص الأهم هذه النتائج. طبعا في اختبارات إحصائية وفي المعلومات التفصيلية، فقط نركز على النتائج الرئيسية بشكل مختصر. توصلت نتائج الدراسة إلى محدودية معرفة أكثر من نصف ال 421، أكثر من نصف الأسر المبحوثة بمفهوم حقوق الإنسان. ثانيا أيضا كشفت نتائج دراسة عن محدودية معرفة أكثر من نصف المبحوثين بالجهات المحلية، يعني كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان الحكومية. أيضا كشفت نتائج الدراسة عن وجود اهتمام محدود لدى المبحوثين بمتابعة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان. وأوضحت النتائج أيضا أكثر من نصف المبحوثين معرفتهم محدودة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة، ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تؤدي بحاجة أو تعبر عن حاجة ماسة لتوعية إعلامية شاملة بحقوق الإنسان. الشيء الآخر أنه الذين أجابوا على أن عندهم معرفة بحقوق الإنسان، طيب من وين استثقوا هذه المعرفة أو ما هي مصادر المعرفة؟ شبكة الإنترنت، وسائل التواصل أحد مصادر، هي أهم المصادر التي تحصلوا عليها من المعرفة بقضايا حقوق الإنسان. كما كشفت نتائج الدراسة أيضا عن محدودية معرفة نسبة كبيرة من الأسر، أكثر من 60% نسبة كبيرة من الأسر مبحوثة بالدور الذي تؤديه الجهات المحلية المسؤولة عن حقوق الإنسان في المساعدة بحل مشاكل أفراد المجتمع. كما أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية المبحوثين لم يلجأوا للجهات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، وفسروا ذلك بعدم معرفتهم بالدور الذي تؤديه تلك الجهات في حل قضايا المجتمع. كما توصلت نتائج الدراسة لوجود استعداد، وهذا يعني لأنه مؤشر إيجابي، وجود استعداد لدى نصف المبحوثين في المساهمة بالتوعية بأهمية المعرفة. كما كشفت الدراسة عن محدودية معرفة أبناء الأسر المبحوثة بكيفية الحصول على حقوقهم. كما أيضا توصلت نتائج الدراسة لأنه من أهم مقترحات المبحوثين لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع إضافة مقررات دراسية عن حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية. ومن الجدير ذكر أيضا بالأخير، وأكد على أنه على وجود قصور في التعريف أو في نشر ثقافة حقوق الإنسان. وهذا الكلام يعني ليس فقط استنتاج توصلت له غير الاستنتاج اللي توصلت له الدراسة، أيضا مقابلة مع أحد الأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ذكر بأنه اللجنة توصلت إلى أنه هنالك قصور في الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وهذا القصور لا يقتصر فقط على أفراد المجتمع بشكل عام، إنما أيضا قصور لدى بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة، لديهم قصور في المعرفة بحقوق العاملين معهم، وبالتالي قد
يمارسون السلطة غير سوية، يا عن وعي أو غير وعي، في ويهدرون، يكون يترتب عليها هدر لحقوق الإنسان. أيضا من الأهمية بمكان، وأكد على هذه النقطة التأكيد، أنه التوعية بحقوق الإنسان تبدأ من الأسرة، لما يقع على كاهلها من دور تربوي على يعني على درجة عالية من الأهمية. وأيضا أنا أقصد، ويضاف إلى الأسر العادية، وأيضا من الأسر التي الأسر اللي التي يكون لديها فئات خاصة، أو هم أيضا بأحوج للمعرفة، أو يكون لديهم وعي بكيفية الحصول على الحقوق، ويحتاجون إلى أيضا توعية بحقوقهم، وتوعية بحقوق أصحاب الهمم وأسر ذوي الفئات الخاصة، مهم جدا، لأنه أحق من غيرهم أعتقد بالحصول على حقوقهم، وهي حقوق طبيعية، حقوق إنسان يجب أن يحصلوا عليها. وكثير من مؤسسات الدولة لا نشك في ذلك، لديها اهتمام بذلك، سواء من ناحية الخدمات التي تقدمها أو من لكن هنالك قصور وعي لدى الأسر. واللي خليني أؤكد على هذا الكلام، إنه حسب ما أسمع، إنه بعض الأسر التي لديها فئات خاصة يتحرجون، أو إنهم بدون وعي أو بدون الدراية يتحرجون في، أو لا يعني ليس لديهم وعي كافي كيف يتعاملون مع هذا مع هذه مع أبنائهم من ذوي الفئات الخاصة. قد ينحرمون من الحصول على بعض الخدمات، قد ينحرمون من الجلوس من حتى الزائرين، يتحفظون عليهم، يضعونهم في أماكن خاصة، يحرمونهم من الاختلاط بالآخرين، أو قد ينحرمون حتى من الخروج للأماكن العامة. فأيضا هذا تعرض لحقوق الإنسان. نعم، أنا كما أشيد آخرا وأخيرا، أشيد ب يعني كلمة إشادة اعتزاز وافتخار بالأخ حسن العمري من أصحاب الهمم العالية، وأحد الملهمين في هذا المجال، الذي يحمل إرادة قوية وعزم وتصميم وإثبات للذات، وتخطي الكثير من المعوقات والتحديات. فله مني كامل الاعتزاز والتقدير، وشاكرة لكم حسن استماعكم. وفي الختام طبعا نشكر الدكتورة نور العتيبي، يعطيك ألف عافية على هذه المحاضرة القيمة والمهمة جدا، ألهمتينا صراحة. الآن راح نفتح مجال الحوار والتساؤل مع الدكتورة من الزملاء عبر الشات، الله يعافيكم، بدقائق محدودة. نلتقيكم إن شاء الله في محاضرات قادمة وهادفة، استودعناكم الله، يعطيك العافية دكتورة. طيب كيف الآن، أنا في مدخلات ولا أنتهي؟ اللي حاب يسأل الدكتورة عبر الشات هي تشوف الأسئلة وتتجاوب عليكم إن شاء الله. أيوة، هذا سؤال، كيف يتمكن المجتمع من الوعي بحقوق الإنسان؟ ومن هو المسؤول عن التوعية؟ ممكن نعرض كيف يتمكن، ذكرنا في ثنايا هذا في ثنايا المحاضرة كيف إنه هذا الدور مهم، يقع على الأسرة، يقع على مؤسسات الإعلام، يقع على المؤسسات التعليمية، لأنه من المقترحات اللي ذكرها المبحوثين
الذين أجريت عليهم الدراسة ذكروا أنه يجب أن تضمن حقوق الإنسان في المناهج التعليم، أن يكون في منهج خاص بحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية يدرس. أيضا تتحمل المؤسسات الإعلامية دور بالغ الأهمية في النشر، وحتى من خلال الخطبة في المساجد توضيح حقوق، يعني ما هي حقوق الإنسان، يوضحون حتى، لأنه بعض الأحيان في لبس وعدم وسوء فهم لحقوق الإنسان، كأنها يعني ما لها علاقة بالدين أو قد تتعارض مع الدين الإسلامي، وهذا ليس بصحيح. حقوق الإنسان لدينا هي نبع من الدين الإسلامي. صحيح. طيب أي دكتور، نعم. الله يعافيكم، معاكم 3 دقائق عشان الدكتورة تخرج من القاعة. تفضل، الله يعافيكم. إذا في تساؤل يا ليت تكتبون عبر الشات. هناك مشكلة من حيث التعارض بين الجهات الحكومية، وتسبب هذا التشتت في تغييب المجتمع عن حقوق الإنسان. مشكلة من حيث التعارض. يعني مثل ما ذكرت أن هنالك قصور في المعرفة بحقوق الإنسان، ليس فقط لدى على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمع، أيضا حتى لدى بعض المسؤولين في الجهات الحكومية. فبالتالي يعني هنا التوعية، وأذكر يعني شيء يعني مفرح، إنه الهيئة حقوق الإنسان في مشروع أنها تضع لها مكاتب في الوزارة في المؤسسات الدولة، بحيث أنها تشرف وتراقب ممارسات المسؤولين، بحيث ما يكون فيها انتهاك لحقوق الأفراد العاملين أو تأجيل لمعالجة مشاكل المتقدمين لديهم. صحيح. نعم. متبقي 1 دقيقة، الله يعافيكم، أي تساؤل فيا تكتبون للدكتورة. تمام كذا. لحظة. لحظة، هذا السؤال الجميل الخالدي. إيه لحظة، ما شوف طلع نزلوا لي تحت. حابة أنوه الله يعافيكم بخصوص رابط الحضور، اللي ما سجل يسجل الحين قبل الساعة 10، لا راح يتم أقفال. ممكن ينعاد السؤال؟ لحظة، هنا. أيوة دقيقة. سؤال جميلة. فينو؟ هذا سؤالها. أيوة، السلام عليكم. ما بين هذه الثقافة الغائبة وما بين الثقافة المجتمعية المسيطرة على النسق الأسري، كيف يستطيع الفرد أن يحقق نوع من التوازن؟ أوكي. كيف يستطيع الفرد أن يحقق هذا التوازن؟ والله هذا تحدي قوي يا جميلة، يا أستاذة جميلة. اللي يحقق هذا التوازن زي ما قلنا، إنه بالتوعية، التثقيف، لابد من التوعية. وإذا كان أنا أتمنى إن يكون مثلا في بعض الأسر، ما تكون البنت ولا الولد
على مستوى عالي من الوعي والى اخره. المفروض ان يلعب دور التثقيفي في داخل اسرته، يكون موجه يعني لوالده للوالده انه كذا كذا، يعني يلعب هذا الدور. طبعا انا احمل وسائل الاعلام الدور، او الوعي طبعا. طبعا هو اللي هو السؤال، كيف نحقق هذا الوعي؟ كيف نوجد هذا الوعي؟ الوعي من التربيه، من وعي الوالدين انفسهم. اذا فاقد الشيء لا يعطيه، لكن هذه الاشكاليه. لكن انت مثلا هذه البنت وهذا لما يتزوج ويكون اسره بتكون عند درجه الوعي. لكن انا لما بيكون لي دور داخل اسرتي، طيب انا لابد ان يكون العب دور الدور التثقيفي ولا دور التوعيه داخل اسرتي، من خلال يعني برامج معينه باسلوب سلس، باسلوب محبب للنفس، ممكن يؤثر على 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 اسرتي. هذا هو كذا. نعم. انتهى الوقت. الله يعطيك العافيه دكتوره، الله يعطيك العافيه. نلتقيكم ان شاء الله في محاضرات قادمه، وتابعوا حساباتنا عبر سناب شات وتويتر ويوتيوب في القنوات الخاصه في التنميه المجتمعيه استدامه. يعطيكم الف عافيه على هذا الحضور، وشاكرين لك يا دكتوره على اثراءنا في المعلومات القيمه. الله يعطيك العافيه. العفو، شكرا جزيلا.